خلينا نرجع لاخبارنا. هنبتدي بكره اليد. كره اليد الحقيقه اللي بتاخد دعم كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب والنائب طبعا الوزير معالي الوزير عمرو فاروق والمجلس بالكامل. اليد الحقيقه بياخد دعم كبير جدا جدا عشان يرجع للطريق الصحيح ويبقى يحصد البطولات ورا البطوله ورا الثانيه. وكان اخر هذه المباراه كان مباراه الظهور اللي استطعنا فيها ان احنا نفوز بنتيجه مرتاحه جدا 29-18، ودي احد المباريات اللي قادها طبعا المدير الفني الجديد ديفيد ديفيز والمساعد طبعا الجديد، والفريق قدم اداء جيد جدا. الماتش كان اتلعب اول امبارح على صاله نادي الظهور بمدينه نصر، ولاعيبه فريقنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم قدموا ماتش كويس. على فكره الظهور مش فريق قليل، يعني احنا حطينا 29 جون في الظهور، فده دليل ان عندهم دفاع جيد. طبعا الاهلي في الجوله اللي جايه لعب نادي طلائع الجيش. طبعا نادي طلائع الجيش فريق محترم، فريق من السته الكبار. المباراه تلعب على صاله جهاز الرياضه العسكري بمنشيه البكري. بنتمنى التوفيق طبعا لكل اللعيبه والفرقه، والاصابات يعني يا رب تبعد عنا شويه تنسانا حبه، لان الحقيقه كل ما نكتمل صفوفنا في فريق اليد تلاقي لعيب او اتنين اتصابوا، طبعا تبقى حاجات خارجه عن اراده اللاعبين او الجهاز الفني. الاصابات بتبقى غالبا كسر خلع، يعني اصابات بتبقى اصابات شديده مش نتيجه مثلا احمال تدريبيه زي مزق زي شد، لا خالص كلها اصابات نتيجه التحامات. وده كان من ضمن الاسئله اللي شفناها في المؤتمر الصحفي المستر ديفيد ديفيز، انه سالوه عن الاصابات، لان الاصابات الحقيقه بتلاحق الفريق بشكل يعني سنتين ثلاثه بشكل غريب يعني. فهو قال انه هيعد فرقه قوامها كبير، والاصابات ده جزء لا يتجزا من اللعبه، لعبتنا عنيفه، وانه بيجهز يعني يبقى عنده بديل اكتر من بديل في المركز الواحد، نفس اللي عمله مستر اجوستي بوش في السله، يبقى عنده في المركز الواحد اكتر من لعيب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، لو حتى لا قدر الله لعيب اصيب ما ياثرش على مسيره الفريق. كل التوفيق لفريق كره اليد الرجال.